يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لماذا سمي الإقرار لماذا سمى الإقرار بالربوبية إيمانا؟ هل هو الإيمان المعروف أم غيره؟ أي نعم، إيمان لكنه إيمان لا يكفي، إيمان ناقص ولا يكفي ولا يخرج من الكفر، إيمان لا يخرج من الكفر. المشركون عندهم إيمان لكنه لا يخرجهم من الكفر لما صاروا يعبدون غير الله عز وجل. نعم.